حثم قيادة وزارة الإعلام على سلامة الموظفين وفي إطار تعزيز الجهود المشتركة بين جهات الدولة المختلفة لمواجهة تفشي عدوى كوفيد-19. قامت وحدة التعقيم والتطهير التابعة للقوى البحرية بوزارة الدفاع بتعقيم وزارة الإعلام واستديو الأخبار وفق البرنامج المتكامل لتعقيم مباني الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية. في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين جهات الدولة المختلفة لمواجهة تفشي عدوى مرض كوفيد-19، قامت فرقة من وزارة الدفاع بتعقيم وزارة الإعلام واستوديو الأخبار باستخدام مواد التعقيم الصحية، وذلك وفق البرنامج المتكامل لتعقيم مباني الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية. الأدوات المستخدمة هي معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وأيضا من قبل وزارة الصحة الكويتية وأيضا الهيئة العامة للبيئة، والوحدة تستخدم أحدث وأتقن المعدات الحديثة. المادة المعقمة هي تأخذ من 5 أيام إلى 6 أيام. واستخدمت وحدة التعقيم والتطهير التابعة للقوى البحرية بوزارة الدفاع أحدث وسائل وأجهزة التعقيم المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة. تم تعقيم معظم وزارات الدولة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال، جزء من وزارة الداخلية. عندنا برنامج معين، طبعا يتم الطلب عن من قبل الجهات الرسمية، يكون في تعاون وهذه تكون مبادرة من قبل وزارة الدفاع. وتعمل الوحدة بدعم وإسناد جهود وزارات وجهات الدولة المختلفة في مكافحة مرض كوفيد-19، كما تعكس هذه المبادرة الحرص على سلامة المباني الحكومية والموظفين الذين يؤدون أعمالهم خلال هذه الفترة. فاطمة العميري لتلفزيون دولة الكويت.